لأكثر من 5 قرون حارب الناس لأجلها، كتبوا الشعر فيها واستفادوا منها، قيل إنهم ماتوا من أجل شربها. إنها شجرة البن. اليوم لا يعرف الكثير من الناس أن أصل البن أتى من هذه المنطقة الصغيرة من العالم، ويذكر التاريخ أن كلمة موكاكافي يعود أصلها إلى الميناء اليمني يسمى النخا. رغم كل ذلك يبقى اليمن البلد الوحيد الذي ينتج بن الأرابيكا 100% بطريقة طبيعية. بخشوع يبدأ الحاج غالب يومه الحافل بالكثير من العمل. غالب محسن رجل طاعن في السن، لكنه يتمتع بنشاط جامد. بخطوات مفعمة بالحيوية يتجه غالب نحو حقله الذي تربطه به علاقة حميمة، علاقة لا تقل عن علاقته بأشجار البن التي تمثل له ملهما روحيا خالدا. أنا غالب محسن من محل جرمة. أنا في زراعة البن من يوم بعدنا من 14 سنة، الآن 75 سنة. صلى الفجر واخرج أعمل لي عمل، والصبح يلحق بعد إلى هنا يقول لي صبح لا بدنا نصبح، قالوا مرحبا. وجو يدوا لي الصبح وقوم قاهوا لي من الزمن ثلاث وضع قوم أشتغل إلى الساعة 5:30، ورجع نصير نصبح ونتقدم وكوزنا على الساعة أول الثامنة وجينا نشتغل إلى الساعة 11:30 أشتغل. جالس حين يأذن المغرب وأنا جالس أسبح. تجاعيد الزمن التي حفرت أخاديدها على وجه الحاج غالب تروي لنا قصة من الزمن الغابر، قصة سطرت بالأيادي المعروفة للفلاحين اليمنيين، قصة بنكهة القهوة المحببة. إنها قصة أرض البن وبلاد موكا كوفي. يجمع الباحثون أن ثمة ظروف عدة أسهمت في تميز البن اليمني عما سواه من البن الذي ينتج في العديد من بقاع العالم. فالتضاريس والمناخ الذي يزرع فيهما البن اليمني لا تماثل الظروف ذاتها في العديد من البلدان، وهو ما أسهم بشكل كبير في تميزه بالمذاق الرائع. يزرع البن بصورة رئيسية على ارتفاع يتراوح ما بين 700 إلى 2400 متر فوق سطح البحر، وتنتشر زراعته في أقاليم مختلفة من الأراضي اليمنية. ويعد المناخ الدافئ الرطب مع توفر القدر الكافي من المياه مثاليا لنمو شجرة البن. ونظرا لافتقاد معظم البيئات التي تزرع فيها شجرة البن في اليمن إلى الكثير من شروط النمو المثالي، فقد استطاع المزارع اليمني مع مرور السنين أن يكون خبرة كبيرة في التعامل مع شجرة البن لرعايتها ضمن أجواء تضمن لها أفضل شروط الإنتاج. واعتمد في سبيل ذلك تقنيات تقليدية أحدثت أثرا فاعلا في مستوى الإنتاج والجودة. يوم أنا نبدأ نقوم الصباح نصبح نصلي ونرجع نصبح نخرج بين المزرعة ننظف بين البن نقشوش لا في تجاوش لا في كهذا البن ننقضها وقت الموسم ونزكي ونفعل الذبي. لا نصلي وبعد نصبح نرجع نحرث الأرض نسقي على البن وقت ما يكون حصاده نلقطه. نقضي يومي في كله على حسب العمل او الموسم الذي احنا فيه.
مثلا بعد فصل الامطار بنكون في قص الحشائش والحرث وتنظيف الجربه لتهيئه سهل لنقطه البن او للتشهير او للسجاير لاي او لاي حاجه من هذا. تسود زراعة البن في الأودية التي تنحدر من المرتفعات الغربية والوسطى والجنوبية، وعادة ما تكون جودة البن المزروع في المرتفعات أفضل بكثير من المزروع في السفوح أو في بطون الأودية. استطاع المزارع اليمني تطويع المدرجات الزراعية لزراعة البن، وهو ما عده الخبراء أمرا غير ممكنا نظرا لخصوصية زراعة البن، إلا أن إرادة الفلاح اليمني استطاعت أن تجعل من اللاممكن شيئا واقعا. وأقواد البن هو بالمرتفعات، شوف عندنا أقواد البن بالمرتفعات من حيث الذوق، من حيث الوزن، من حيث النكهة، من حيث المذاق، يعني المناطق المرتفعة. يبدي الفلاح اليمني اهتماما متزايدا بشجرة البن منذ نموها كغرسة صغيرة، فكل مرحلة من مراحل نمو هذه الشجرة تستدعي عناية خاصة. أروح القدس أحبها الحمد لله جدي ناضج الغرسة البن، بعد أن إذا فرقت أبوها بين الرماء تجلس 18 أيام ولا حتى شهر لأجل الصباح حقه هذه تنشف انشف الأسوه تستيقظ الصباح وتدخل بين الكلام وبعدين نزرعها. الشيء حق هذا يرجع نستر نستر نطرحها في هذه نخزق لها الا ما بش تزرقها. وبعد التراب الغبي بعد عن البذرة بعدين نرصها بين البنود. ويراعي المزارعون اليمنيون بشكل خاص نوعية التربة التي يغرسون فيها شتلات البن، كما يتبعون أساليب خاصة في ري هذه الأشجار التي تغرس بشكل منتظم وعلى أبعاد محددة. كل مسافة ما بين الشجرة والثانية حوالي 3 متر إلى 3 متر ونص، ما بين الشجرة هذه أو الشجرة هذه سواء طوى طول أو عرض 3 متر أو 3 متر ونص. الحكمة من الموضوع على أساس إذا كانت تجاربة المسافة فيهن، إذا تجاربت المسافة فإن الظل حق الشجرة عندما تلاقي هكذا، عندما تلاقي هكذا شوف وتكون الجربة هكذا مظلة وما بتخش إليها أشعة الشمس ما بتعطيش ثمرة، ما بتديش ثمرة أو إنتاج كبير. فطن الفلاح اليمني منذ القدم إلى الدور الهام الذي تلعبه الأشجار الحرجية أو أشجار الظل في تقنية زراعة البن وتجويده في المناطق التي تندر فيها الأمطار، وهو ما جعل هذا الفلاح البسيط يبرع في ابتكار أساليب تقليدية مجدية للمحافظة على رطوبة التربة ووقاية الشجرة من الرياح. وهذه الشجرة الظليلة على شجر البن يعني لحماية البن من البراد، من سقوط البراد، من الرياح الكثيرة، من ضربات الشمس. تظلل على البن هذا زائدة تظلل على البرد علشان ما تكون لابو ثمرة ولا حاجة تنزل في خرطة الثمرة. وفي الوقت الذي برع فيه فلاحو المناطق الجافة في استخدام تقنية التضليل، استطاع آخرون في مناطق أقل جفافا من استخدام الشمس ببراعة لتجويد محاصيلهم وتحسينها. ويلاحظ أن هذه المناطق لا تستخدم أشجار الظل وتكتفي بالاعتماد على الشمس. ظل لا لا نحتاج له لأن الشمس ريحة شجرة. استطاع المزارع اليمني أن يجعل زراعة البن عضوية خالصة، فهو لا يستخدم مطلقا أي أسمدة أو مبيدات كيميائية، ويستعيد عن ذلك باستخدام أسمدة طبيعية من المخلفات الحيوانية. أول ما نخرج من تحت البقر لهنا ملمك بقى ودينا على طرابل وشجحنا ولا حطب ولا وزنه لا بجوانب سلاء لا حال ودينا شغال وفرقنا بوبان بوبان كان
هذيك الابونه تسقي لا على هذه الارقى بكل طلعه نطلع نطلع. يعرف العالم البن اليمني باسم البن العربي، وهو أجود أنواع البن. وتحت هذه التسمية توجد عدة أنواع، منها الدوائري والتفاحي والبرعي والعديني، وهي الأكثر انتشارا في البلاد. وثمة أسماء كثيرة تطلق على البن، معظمها تنسب إلى المناطق التي يزرع فيها، مثل الحمادي، المطري، الحيني، اليافعي والحرازي، إلى غير ذلك من التسميات المختلفة. الغس حاجة بيسموه جعدي، المعروف الجعدي لأنه بيجي مستدير ضخم الجثة من تحت وما بيكونش لفوق. الدويري عندنا ما أقل يعني ما نزل من التربة عن الحرارة، الدويري أحسن من التفاحي، كلما ارتفع إلى الأعلى التفاحي أحسن من الدويري. هذا النوع بن عديني، ويجي البن العديني هذا مرتفع على الجعدي، الجعدي يجي صغير ويحمل طول السنة الجعدي لا فيه وهذا يجي موسم واحد. العديني هذا يجي موسم واحد، وحق البرقة تجي مختلفة والحبة تجي مختلفة ما بيش فيها دائرة. تتسم عملية جني البن في اليمن بسيادة الأساليب التقليدية، فالمزارعون هنا غالبا ما يلجؤون إلى جني الثمار على مراحل، فكلما بدأ لون الثمرة يميل إلى اللون الأحمر الفاتح أي إلى مشارف النضج يقوم المزارع بجنبها، أو عندما يصبح لونها بنفسجيا أو رماديا داكنا، وهي المرحلة التقليدية من النضج، يسارع في جنبها بطريقة خاصة تضمن للشجرة استمرار العطاء. بنحصطه عندما بيكون محمر بهذا الشكل بنبدأ في الاقتفال. شوف هنا عدة أنواع، هذه صفرة لسه ما بتلتقط، وهذه كمان ما بتلتقط، بتلتقط هذه اللي بتكون حمراء متوردة. أهو بهذا الشكل وبهذا الطريقة، الطريقة الصحيحة كذا، الطريقة الخطأ عندما نسوي كذا. شوفها بهذا الطريقة بنجرح الساق طبعا ما يبس أو بيبلى بعد مدة كبيرة، لكن هنا ما تعطيش عليه نهائيا. يحرص المزارع اليمني على جمع الثمار التي تجنى في وقت واحد مع بعضها، وفصلها عن الثمار التي تجنى لاحقا، حتى يضمن جودة ونكهة أفضل للثمرة. لقد أحب الفلاح اليمني شجرة البن وأولاها عناية خاصة، ولأجل ذلك ظلت الجودة ملازمة لمحصوله بالنكهة الرائعة، والذي يحظى باهتمام متزايد في هذه البلاد، وهو ما يظهر جليا في الأهازيج الشعبية الحافلة بالتغني بالبن ومميزاته. اليوم دائم 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 عادة ما تكون هذه الأهازيج والمهاجل الزراعية حاضرة في معظم مراحل زراعة البن في اليمن، غير أنها تحضر بقوة في موسم الحصاد، حيث يصبح جني المحصول عرسا شعبيا رائعا. في رحلة بحثنا عن أسرار البن اليمني واجهتنا الكثير من المفارقات الجميلة. هنا في منطقة برع
أن نطل على السهل التهامي، ثمة ما يميز عملية نقل المحصول، فالنقل في هذه المنطقة ما زال بدائيا ويتم على ظهور الحميدة. مشهد رائع يعيد الذاكرة إلى قرون خلت. مفارقة أخرى شاهدناها هنا، لحظة الغروب المدهشة. سرع المزارعون إلى جمع أغصان البن الجافة والحشائش التي تم نزعها من بين الأشجار ليتم إضرام النار فيها على مقربة من أشجار البن. وحين سألنا عن سر ذلك كانت الإجابة مدهشة، فهذه هي الطريقة المثلى لدى الفلاح اليمني لإبعاد الحشرات عن أشجار البن. إذا قد على ما نبشر التودي يأكل البن ويدخل فيهن، على ما كانوا يقولوا الأول إن يبزوا الدخان من الشجر أو من أي حاجة ويدخلونها يوم السبت يحرقوا لها بسبب يموت التودي. طول الشهر في كل سبت يحرق لها، يقولوا له مثلا الاولين يقول لك يا سبت السبوت قحط التحياء والتودي يموت. احنا نجمع البفشة حق البندي ويحمل القاع، البفشة حق البندي ويحمل القاع واشجار لابد ونحرقه يلفوه داخل يطلع يلفوه بناها مفرق من الشجرة تمام، وهو يدخل يطلع داخل هكا السم الخارج. تمثل عملية تجفيف البن أكثر مراحل إعداد المحصول للتسويق تعقيدا، فالعملية تتطلب حرصا كبيرا لضمان الجودة والنكهة المميزة. هنا على أسطح المنازل المبنية من الصخور في المدرجات الجبلية يقوم المزارعون بتعريض محصولهم لأشعة الشمس مددا تتراوح ما بين أسبوع إلى 3 أسابيع. ما إن يتم التأكد من جفاف ثمار البن حتى يشرع المزارعون في عملية التقشير، فغالبا ما يتم فصل قشرة الثمرة عن النواة، حيث يتم تسويق النواة خارجيا باعتبارها الجزء الأهم، في حين تحظى قشرة البن والمسمى بالقشرة برواج في السوق المحلية. طبعا هذا البن بعد التجفيف نحن نقوم بعملية قشره بالمرحلة التقليدية، نحن نحطها بالصافي على القيد. طبعا هذه خاصة بالبن بس ما نكسر فيها ولا حاجة ثانية غير البن. علشان البصرة بس يروح لبرا تمام، بعدين تشتغل القشر لأنه ما مستحق سوى تشتغل هذا القشر لحاله والقشر لحاله باتجاه ثاني وهذا لحاله. تتسم عملية التقشير والتحميص بطرق تقليدية محضة في المحصول المخصص للاستخدام المنزلي، بينما الجزء المخصص للتسويق دخلت عليه بعض من الطرق الحديثة لضمان السرعة والجودة في الإنتاج. قبل أن يكون المحصول جاهزا للتسويق ثمة عملية أخيرة تسمى التحميص، تمتلك هي الأخرى قدرا من التعقيد، فكلما تمت العملية بدقة أكثر كلما كان المحصول أكثر جودة وقيمة. وتتم عملية التحميص بطرق تقليدية على النار في درجات حرارة تتراوح بين 180 إلى 240 درجة مئوية ولفترة زمنية
لا تتجاوز 20 دقيقة على أكثر تقدير. ونظرا لتعقيد عملية التحميص، فقد دخلت في السنوات الأخيرة بعض المعدات الأكثر حداثة، وباتت هذه العملية تجري في بعض المحلات في المدن الرئيسة. تكتسب ثمرة البن بعد التحميص لونا محببا، وتكون بذلك جاهزة للطحن وصنع القهوة اليمنية الرائعة. استوقفتنا مقولة يتداولها اليمنيون كثيرا، البن يعتبر عندنا زي الذهب، الذهب مهما تحطه في المخزن بيجي الذهب مكانه ما بيتغيرش وبيكون وقت حاجته. البن يشتي بالنان معناته تنزل من اللي بن نفس. كم هي رائعة لحظات اكتشاف القهوة اليمنية، وكم هي ساحرة حبات البن اليمني المتدافية كعقود اللؤلؤ السمين. رائعة تزهو بألوانها المسترسلة في تناسق يناجي الجمال، وساحرة لسحر الأرض التي أرضعتها الحياة. إنها أرض البن وموطن أرابيكا